مش اعمال محمد وقت قال انا بطه انا بطه ايه تكلم إيه تكلم تقول انا خسيري محمد ايه لو كان نقول لك هيك ما هوش من باب التعفف في الزائف إيه؟ اني مانيش ياسر معناها الحكايات هذه ما يعني ما نتقنهاش ما عنديش طولة البال لها دونك لكن من الرقابه اللي تولي حكايات نتاع عقوبات سجنيه إيه؟ نحكي على بلادي ما يهمنيش في الدول الاخرى كل دوله عندنا نفس النسخه جماعه الخير اللي يثبتوها زاده في الدوله كل شعب اهل مكه ادرى بشعبها ما يهمنيش في غيري انا يهمني في بلادي انا كل اثنيه توصل للعقوبات السالبه للحريه انا ضدها يزي احنا نعانيه في المرسوم 54 ما نزيدوش معناها سيوف اخرى تسلط على رقاب يعني الناس هذا شعار حمايه المجتمع ما تمنش به محمد بوغلاي حمايته من شنو حمايته مثل ترجع لي انت تحب الدوله قيم المجتمع دوله انت تحكي على الحجب ولا على عقاب الساعه على عقاب العقاب اي حتى لا حتى ما تتكررش حكايه المصريين اللي عندهم باسم حمايه قيام المجتمع العقاب عندنا المرسوم قيام مجتمعي راهو زاد شعار قد يؤدي للديكتاتوريه خاطر كل الديكتاتوريات قمعت باسم حمايه قيم المجتمع ولكن ايضا مش على خطر الديكتاتوريات استعملت الحكايه هذه باش ما نعملوش اليات لحمايه قيم المجتمع ثم حمايه ذاتيه المجتمع قادر يحمي نفسه بنفسه محمد حتى حد ما يدعي سامحني شكون الجهه هذه اللي مش تنتصب هي باش تكون القضاء انا اقول لك كل ما هي عقوبات سالبه للحريه انت مش جي مثلا لبنيه عمرها 17 سنه ولا 18 سنه تدكها في الحبس هذاك اش عامل تقول لي معناها يعني القضاء ما تصبها واش ندك انا نعطيها بك ورد نقولها لانك سبتبوك انت وجهه نظر نتاعك ما نتمناش ما نعرفش عندك بنات او لا اني ما نتمناش انه حد من اولادك يدخل الحبس اذا يعمل يعني فيديو اني راه يكون في موقع نتاع الرقيب او عندي سلطه اني راه اللي هو يمس من قيم المجتمع النجم ندكوا في الحبس دونك ما نحلوش على روحنا الباب هذايا قلت لك المجتمع ينتج آليات حماية نفسه بنفسه يعني هو التشنيع أنا مش الرفض. القانون القانون هو ضمير مجتمع محمد نموذج مجتمعي العيش المشترك يلزم ليه المرسوم 54 ضمير التوانسة والطبيعة بلا بشنية شوف